أرعب تجربة من الشرير على الإنسان هي لحظة الموت. مشان هيك الملاك بيبقى حاضر بكثافة، بس أعماله للإنسان كتير بتساعد الملاك إنه يدافع عنه. توبته للإنسان، صلاة الجميع حوله، الملاك بشراسة هونيك بيدافع، لأنه الشرير بيحط له إنه يخطف النفس ويخسرها بآخر تجربة إلى قرارها الأخير. كتير منخسر نحن إذا ما بنعرف حجمه للملاك حتى، ومنعرف نستفيد من حضوره حدي واستنجد فيه باللحظات الخطرة، خاصة باللحظة المصيرية اللي بيبقى فيها عم فارق هيدي الحياة. هاو من نضوي على الناس ساعة اللي بنكون في شخص ببيتنا عم بينازع، أو ساعة أنا بكون بلحظة خطر حياتي مهددة بالموت، استنجد بالملاك الحارس واطلب منه ما يخلي شيء يأثر على خلاص الأبدي، وينبهني على كل شيء ممكن يكون عرقلي اني امسل قدام الله بخجلي، تحتالي صلحه هون قبل ما اترك هاي الحياة. ملاكي بيقدر كتير يساعدني وبيقدر كتير ينورني بهاللحظة، وبذات الوقت سلموا المعركة الرهيبة يلي بده يخوضها ابليس، اخر معركة على النفس اللي بتبقى عم تنازع تتفارق الحياة. ونحن ساعة اللي بنكون حد شخص عم بينازع، كتير مهم يفهموا الناس، نطلب من ملاكه الحارس انه يقود نفسه بسلام. هلأ من بعد الموت وين بيروح الملاكة؟ النفوس الهالكة انقطاع أبدي، خلاص انفصال للأبد، لا بقى يشوف ملاكه ولا الملاك يشوفه. إنما النفوس المطهرية بيبقوا معه على طول تحت لي يخلصوا هالعقاب العادل من الله، عقاب المطهر. وبالمطهر بيكونوا لقلهم كتير مقاسين ومثل الندى، بيحملوا كل صلوات الناس لقلهم برشوها مثل الندى حتى لترطب هالحريق اللهيب اللي موجودين فيه. على الأكيد بالسماء بيفرحوا كتير بهالنفوس المنتصرة، لأن بيعتبر حاله الملك إنه قاد نفس وربح مع المعركة اسمها معركة الملكوت، معركة الحياة. في صورة تحكيها فيتسكا بميديغوريا، لو كنا عم نسبق الحدث لكن هذا اختبار روحي كمان بحب إنه المؤمنين يسمعوه. لما نقلتها العذراء على السماء وفرجتها شو هي السماء، بتخبر اللي شفته فوق، بتلاقي نفوس المنتصرة المخلصة للسماء بجميل باهي، وبتلاقي الملاكة حواليها عم يرقصوا ويغنوا، ملاكة عم تطير بشكل أطفال، وهو هن الملاك الحراس تبع الناس عم يرقصوا ويغنوا بفرح منه موجود على الأرض وبسعادة ما بتنقصه شيء. معناتها الملاكة تفرح مع هالنفوس المنتصرة بالسماء بفرح طبعا سماوي وغير فرح مع الأرض. في يوم الدينون العامة بنهاية العالم إبليس سيحضر أمام الله وسيؤدي حساب عن كل شر عنه بحق النفوس، والملاكة ستؤدي حساب عن كل خير أدوه للنفوس. هيدا ستزداد دينوته، وهديك سيزداد جميله وبهائه ومجده. شو اللي بيخلي الملاك يضعف بسلطانه؟ عدم تعاوني معه. سلطان هو قوي، بس أنا بستفيد من قوة السلطان أو ضعف السلطان من خلال رفضي لإله. بدي أسأل سؤال هلأ، مين بيصلي للملاك الحراس؟ ما حدا. مين بيقدره للملاك؟ ما حدا بيستثمره، ما حدا بيطلب النجدة منهم، ما حدا عايش إنه في ملاك حد يقدر وظفه بعمل روحي حتى بعمل مادي. يا ريت الإنسان بيعرف العظمة يلي موجودة بقلب الله لإله. عظيم الإنسان بقلب الله، ليك شو خلق لي سلاح تحت لي، وليك شو حصني حتى لي اوصل مرفوع الراس لعنده، وليك انا قديشني اعمى ما عم بعرف استعمل هالوسائل يلي بتأمن لي وبتضمن لي الملكوت. من ضمن اليوم عم نحكي عن الملك الحراس.